عرف نفسك يا حاج. والد الشهيد مصطفى شاكر عبد الفتاح. اتفضل يا حاج. انا شايف النهارده يا حاج اللي حصل هرج ومرج في ميدان التحرير بعد الساعه 4 يوم الاحد النهارده، يعني ايه اللي حصل يا حاج بعد كده؟ والله اقول لسيادتك احنا البدايه بتاعتنا اعلناها يمكن دلوقتي من شهر ان احنا هنعتصم كاسر شهداء ومصابين، هنعتصم عند ماسبير. وقابلنا كلنا الدعوه وانتظمنا ونظمنا انفسنا ورحنا عند ماسبير. قعدوا يعني يحرجموا علينا لغايه لما جم ناس من تبع الحزب وتبع المظاهرات المضاده، نظام المناهض والمضاد للشهداء واسر الشهداء، جم سحبوا ناس من هناك من عندنا من عند ماسبيرو على البالون. بعد البالون بنبص لقينا وهم ماشيين على كوبري ميه التليفونات اشتغلت وبقت ثوره مضاده. يا دوب هم راحوا على البالون بالصور كده واضحين انهم اسر شهداء، اتفاجئنا بان سيادتك 20 30 واحد بقوا ينطوا من على البوابه ودخلوا جوه على ان يتهجموا على الناس ويشوهوا اسر الشهداء، رغم ان احنا واضحين انها شهداء. ما عندناش بلطجيه، البلطجه واضحه واصحاب البلطجه واضحين، يعني بقت بايخه قوي. مظاهره مضاده، يعني احنا ايه اللي مطلوب؟ يعني ايه اللي مطلوب مننا؟ دم ونزل على الارض وحرر فساد كان موجود، ده يبقى له ثمن عند الحكومه، ده يبقى له ثمن عند المجلس العسكري. مستنيين مين يقول لكم كده؟ مستنيين 80 مليون ولا هي باينه قدام العالم كله؟ عربيات اسعاف اتسلحت وطلعوا بيها ضربوا في الشباب وضربوا في ميدان التحرير واضحه، وبالقمر اتنقلت، بالكاميرات اتنقلت، بالجورنال اتنقل، ده ايه تاني؟ ايه اللي مطلوب مننا يعني؟ زياده على كده عربيه بقت تفر، زياده على كده عربيات طلعت من السفاره الامريكيه. قناصه. السفاره الامريكيه. العربيات السفارتين دول قصاد بعض في جاردن سيتي. السفاره الامريكيه قصادها من الناحيه الثانيه السفاره الايه؟ الانجليزيه. قدامهم الاثنين متاريس بيقول لك وبيبرروا الموقف بتاعهم والحكومه الفاسده والحزب الوطني الفاسد الحاكم بان العربيات دي اتسرقت ازاي وهي العربيات دي بتطلع بالرباط؟ اتسرقت ازاي وطلعت من المتاريس اللي هي محطوطه؟ كفايه بقى كده، كفايه كده، ارحمونا، ارحموا الشعب من 30 سنه، حطموا الشعب كله، حطموا كل شيء في البلد، ان كان علم ولا اقتصاد ولا حياه اجتماعيه، ايه بقى ايه تاني؟ هي ملكيه؟ ما تنفعوا بقى، احيوا ضميركم، خلي عندكم ضمير. ده انتوا كسفتونا قدام العالم كله ان الحكام المصريين حراميه، ان الشعب المصري حرامي، شوهتونا. كفايه بقى. طب بالنسبه للشعب المصري بيطفش من البلد، بيطفش من البلد ليه؟ من الفساد اللي موجود، مش لاقي. بنطلع بره كنا بنتهان يا مصر يا كذا، يا مصر يا كذا. انا سافرت ثلاث بلاد وقابلني كتير، والطبيعي ال 30 سنه دول اللي مسكهم المواطن حسني مبارك والحزب بتاعه الفاشل، والطبيعي في العالم كله المصري كان الاول فاكهه، يطلع بره بلد يخش اي بلد فاكهه ورده. كان البلد اللي احنا داخلينها كانوا يشموا كده ريحه المصري، هو حط كرامتنا في الارض. اي مصري بيطلع النهارده بيتداس عليه. عشان ايه؟ عشان ايه يا اخي؟ احي ضميرك يا مجلس يا عسكري، احي ضميرك يا مجلس يا عسكري. انت بتدافع عن مين؟ كفايه بقى الراي العام بقى مش هيهزك يعني؟ قول لي يعني مش هيهزك الراي العام؟ نجيب لك مين الراي العام العالمي عشان يهزك ويربك؟ عيب. احيي ضميركم لوجه الله، اتقوا الله، حزب الله ونعم الوكيل.